الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. كيسرني نلتقي بكم في حلقة جديدة واللي غادي نستحضروا فيها الأديب والشاعر المبدع الأستاذ أبو بكر بن محمد بن المهدي الجرموني، والمعروف بالأستاذ الجرموني. ولد أستاذنا في مدينة مراكش سنة 1928، كان كيقطن بحي باب تغزوت في أواخر حياته، حفظ القرآن الكريم لكتاب، وكان كيحضر حلقات دروس اختيارية لبعض علماء مراكش، ثم التحق بجامعة بن يوسف وحصل على شهادة العالمية شعبة الآداب سنة 1949، وحصل على شهادة العربية القديمة واللي كانت كتعطى من معهد الدراسات العليا بالرباط، وذلك بعد إتقانه للغة الفرنسية. عمل مديرا لمدرسة الفلاح الحرة في 1949، وأستاذ بجامعة بن يوسف سنة 1952، وأستاذ بثانوية عبد المؤمن مراكش 1966، وتقلد مهمة إدارية في نفس المؤسسة قبل ما يتحال على المعاش في 1986. مارس ترجمة من الفرنسية والإنجليزية إلى العربية، ومن العربية إلى اللغتين كذلك. قام الأستاذ أحمد المتفكر بجمع بعض أشعاره ونشرها عام 1996، وهذا المصدر الوحيد الآن للأشعار ديال. كيتعد شعر السير الجرموني وثيقة فنية ووطنية مهمة في قصائده القديمة، خاصة حيت جعل محورها آلام الشعب ووطأة الاستعمار والدفاع عن حرية الشعب واستقلاله، غير أن الأحداث المتغيرة والزمن المختلف خلاه يكتب على معاناة أفكار وتأملات أخرى استدرجته يهجر الشعر وحرق ما كان ليه منه، وما فلت إلا ما دونه بعض أصدقائه. طبع له كتاب واحد وهو رسوم حية من الفن الفارسي، وهو مترجم من الإنجليزية. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء. أعزائي، قبل ما نودعكم ما نحتاج نقول لكم انضموا للقناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. خالص المحبة والتقدير.